جرح الوطن العربي. سيدريس جرح الوطن العربي، جرح عربي يئن خلف الأسوار، وأجساد تموت في سكينة قتلتها فجار، غروبة تروض عيناها على رؤية صغيرها يلهو به الأخبار، والعرب تغط في سبات تحلم بنشوة الانتصار. يسلون الستائر يخدرون الضمائر، فلا ليلهم أدبر ولا إشراقة لنهار. فلا دعاء يكفينا، فلا دعاء يكفينا ولا صلاة على الغبار. كيف ونحن نملك حسا والذي بين الحنايا من أحجار؟ عشعش الحزن بدواخلنا، عشعش الحزن بدواخلنا، نمني النفس بالانتصار من مدار لمدار، بين صمت وليل مطبق هناك سؤال مهمل: متى يغادر سجن الصمت؟ متى يغادرنا الحصار؟ متى يغادرنا الحصار؟ متى؟ متى يبلغ القصيد ذروة الانفجار؟ متى يتقهقر الفجار الأحبار؟ أم كان لي أن لا أقول كلماتي وأن أضل صامتا منتظرا أن يترجم الوعيد؟ أكان علي أن أكون نسخة عن كل واحد خوفه يملأ الوريد؟ أكان علي أن أكون نسخة عن كل واحد خوفه يملأ الوريد؟ أم كان علي أن أبقى متفرجا بمدرجات برشلونة ومدريد؟ ألا يحق لي أن أرفع الصوت وإن لم يجدي الشجب والتنديد؟ عفوا، ألا يحق لي تفسير القريب بالبعيد؟ وهل أبقى منتظرا، هل أبقى منتظرا موتي طريد؟ فما معنى قلبي معكم؟ أيا عرب، ما معنى قلبي معكم؟ ألست من بني الإسلام أخوكم؟ أسأنتظر تهويد المسجد الأقصى وأن نمحى؟ أما سئمنا الشجب والرضحى؟ فمتى سنغضب؟ متى سنغضب؟ حتى تنتهك حرمتي، حتى تؤذى رجولتي، حتى تدمر معالمي، حتى تطأ كرامتي، حتى تغتصب القدس؟ فقد انتهكت ووئدت ودمرت ووطئت وأوسطت واغتصبت واغتصبت واغتصبت، فهل سأغضب من أجل الحرمات؟ فهل سأغضب من أجل الحرمات أم للإسلام أم للقدس المغتصب؟ وما عهدنا بيننا صامت يوما ولا جبان للإسلام انتسب؟ قتل أمسنا وقولنا للغد القادم الأسود يحتسب. أيا فلسطين اسمعي، أيا فلسطين اسمعي، اسجدي لربك واركعي، لعل في الدعاء، لعل في الدعاء خبز وماء. لعل في غياهب السماء سحابة تمطر في ليلنا مجدا وفخرا دائما وربما انتصار. شكرا لكم.